الحقوني يا ناس، الحقوني والنبي، مصيبه كارثه. عارفين هي الريسيفر باظ، الريسيفر باظ، معيش فلوس راح اصلحه. اصلح ايه؟ في حاجه، في حد فاتح، مش عارف اخبار الكورونا تاني، مش عارف افتح تلفزيونات تاني، مش عارف اخبار الكورونا، مش عارف جايه هتيجي منين، ولا هتيجي من اي مصيبه، هتيجي من الصين ولا هتيجي من تايوان، مش عارف. وكمان ده في وباء جديد طلع اسمه وباء، مش فاكر اسمه، خرب بيوته، كل شويه يطلع كورونا، وباء جديد طلع في الصين دلوقتي، مش عارفين ايه مصدره. بيقول لك عامزه الكورونا، هي ناقصه اهو. باص ريسيفر باص، انا اعمل ايه يا ناس؟ قولوا لي بقى انا اعمل ايه. ريسيفر باص، الريسيفر كنت جايبه 500 جنيه باص، دلوقتي هتجيب 1000 جنيه. دلوقتي اجيب 1000 جنيه منين دلوقتي يا جدعان؟ انا اجيب 1000 جنيه منين؟ اروح اسرق يا ناس؟ باص، شوف كميه التراب قد ايه على الريسيفر. ما لازم يبوظ، ما هو ام الايه، ام الايمان اللي عندنا هو اللي بوظ الريسيفر بسبب ام التراب. شوف التراب ده، الواحد عمال ينفخ فيه، مفيش حد بيمسح، مفيش حد بينظف. ايه لا، ده انا خلاص، انا تعبت. ده انا ممكن يجي لي التهاب رئوي بسبب الريسيفر ده، انه كله تراب. يجي لي التهاب رئوي، مش يجي لي من الكورونا، لا ده يجي لي من ايه، من التراب بتاع الريسيفر نفسه. اللي هتصلح دلوقتي اقول له هات 600 جنيه، قول له بس صلحه كويس. باص، مش عارف افتح تلفزيونات تاني، ولا عارف اشغل تلفزيون تاني، يعني الدنيا خربانه. ايه كمان التلفزيون يخرب في وقت الكورونا؟ طب الواحد يعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه يا ناس؟ اعمل ايه يا ناس؟ اروح ابيع لب، ابيع ترمس بقى، ولا اروح اشتغل حرامي، ولا اطلع مواسير، ولا ايه؟ اروح اشتغل حرامي احسن. اروح اشتغل حرامي. المهم الحراميه دلوقتي هم اللي شغالين، الله ينور. اللي بيشتغل حرامي ايه دلوقتي؟ ايه الله ينور عليه، الله ينور عليه. هو دلوقتي شغلانته دلوقتي. هقول خليه يعلمني السرقه ازاي سلطان،